من هم المعتزلة؟ المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري عند لما قال إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام وإنما يكون عاصيا فاسقا ناقص الإيمان، اعتزلوه وقالوا لا، اللي يفعل الكبيرة خارج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات فهو مخلد في النار ولم يتب. فهم مثل يعني مثل الخوارج، عندهم من مذهب الخوارج، ولكنهم خالفوا الخوارج بأنهم يقولون أنه ما يدخل في الكفر، والخوارج ريحوهم وقالوا يدخل في الكفر على طول. وهذا ولا يقولون لا، يتلين يصير في منزلة بين المنزلتين إلى ما يموت، فإذا ماتوا على هذا فهم من أهل النار، فوافقوا الخوارج الآخر. نعم، فهم عيال الخوارج، هم عيال الخوارج. نعم.